وزير البترول والطاقة محمد حميد كواه يقود حملة مداهمة لبعض الشركات والمنازل التي تستخدم الكهرباء بطرق غير شرعية. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة يفتتح رسميا فعاليات الدورة السنوية السادسة لتقييم القطاع التربوي في تشاد. المسلمون في تشاد كغيرهم من المسلمين في العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث الأسواق وأماكن التجارة والخياطة تشهد ازدحاما. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. وصل ظهر اليوم فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيدنو برفقة سيدة البلاد الأولى حين ديبي إيدنو وصل إلى مدينة مكة المكرمة، وذلك من عجل المشاركة يوم غد في القمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة 14 بمكة المكرمة، حيث كان في استقبالهما بعرض مطار مكة المكرمة صاحب السمو الأمير بدر الدين سلمان نائب أمير منطقة مكة وعدد من مستشاري خادم الحرمين الشريفين وكبار الضباط بالمملكة العربية السعودية، وسنوافيكم في نشرة لاحقة بتفاصيل هذا الخبر. قام صباح اليوم وزير البترول والطاقة محمد حميد كواه برفقة المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء، قام بحملة مداهمة لبعض الشركات والمنازل التي تستخدم الكهرباء بطريقة غير شرعية. هذه العملية تدخل في إطار مكافحة التحريم ووضع حد لمثل هذه التصرفات الغير المسؤولة. عيش أحمد دوكي. التعاقد المبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء وزبائنها المستهلكين، والذي يلزم الأولى بتوفير الكهرباء مقابل دفع المستحقات للشركة، بات يتخلله شيء من التقصير. سكان بدور الكهرباء يسنى جاي سجوا تجا والحكومة جاي تدفع عشان الكهرباء يجا موجود في وقت الشركات بدوروا الدكاكين دواك بدوروا المناش نصر مساكين بدوروا كهرباء حصل جينا مصر هنا في بلانجيري وروتاتيف سوينا فيريفيكاسيون با في فرشه بلونجيري روتاتيف انا فرشه لقينا فاكتوره دفع فاكتوره لكن في بلونجيري روتاتيف انا ديجل عندها تقريبا 70 مليون ما دفعوا. كما اتضح للوزير بان هناك بعض من منازل الشخصيات وكبار المسؤولين بالدوله يعملون على نفقه الخزينه العامه لتسديد فواتير استهلاكاتهم للطاقه الكهربائيه، الا انهم يفرطون في استخدامها بصوره تتجاوز الطاقه المدفوعه. لا ما لا بريز ان شارج ما في كاتيجوري انا فونكسيونير ناكم وبعدين نون بريز ان شارج ولا ينتو للدكان ولا يمشي يشيل قروش قدام ده ما زول قدام اذن ما في. يذكر بان عمليه المراقبه هذه بدات بالدائره الاولى وتحديدا بحاره فرشه، وانها ستستمر لتغطيه دوائر العاصمه. وصل ظهر اليوم إلى مدينة مكة المكرمة فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيدنو وبرفقة سيدة البلاد الأولى حين ديبي إيدنو، حيث كان في استقبال ما بعرض مطار مكة المكرمة صاحب السمو الأمير بدر الدين سلمان نائب أمير منطقة مكة وعدد من مستشاري خادم الحرمين الشريفين وكبار الضباط، وذلك من أجل المشاركة يوم غد في القمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي الدورة 14 بمكة المكرمة. افتتح مساء اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق الشرومة بفندق هيلتون فعاليات الدورة السنوية السادسة لتقييم القطاع التربوي في تشاد. المناسبة كانت بحضور بعض من أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية والخبراء في الشأن التربوي. محمود مسرفين. تأتي الدورة السنوية السادسة المشتركة لتقييم القطاع التربوي في البلاد، وذلك لمعرفة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار وضع خطط وبرامج للمؤسسات التعليمية في السنوات القادمة لأجل أن تسهم في تحسين نوعية التعليم، وكذا المضي قدما في تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير ونهضة المدرسة التشادية. شركاء البلاد في القطاع التربوي الماليين منهم والفنيين أشادوا بجهود الحكومة في هذا القطاع، مؤكدين دعمهم لها ووقوفهم معها لتنفيذ المشاريع التعليمية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا البرنامج قمنا من خلاله في الأعوام الماضية ببناء 1600 فصل مدرسي وطباعة كتب
تدريب معلمين، والآن أيضا في المرحلة الجديدة سوف نقوم ببناء فصول وطباعة ما يقارب 5 مليون كتاب أيضا. فبالتالي هذه الدورة هي لتقييم هذا العمل. يشارك في هذه الدورة كل مندوبي التعليم وكل رؤساء الأكاديميات التعليمية وكل الشركاء الذين يعملون معنا في هذا المجال. هذا وتستمر فعاليات هذه الدورة 3 أيام على التوالي. نعود إلى خبر وصول رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وبرفقته السيدة الأولى هند دي بيتنو إلى مطار مكة المكرمة من أجل المشاركة في القمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي. زينب سليمان. بدعوة رسمية من نظيره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين من أجل المشاركة في القمة الإسلامية 14 بمكة المكرمة، وصل ظهر اليوم الخميس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كان في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له صاحب السمو الأمير بدر بن سلمان نائب أمير منطقة مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء الحكومة والدبلوماسيين المعتمدين هناك وعدد من كبار الشخصيات الاعتبارية في المملكة العربية السعودية وكبار رجال قواتها المسلحة. وعقب مراسم الاستقبال الرسمي تم عرضا عسكريا من مختلف الوحدات، ومن ثم تم عرض من أحد ضباط الجيش السعودي الأسلحة والوسائل التي استخدمتها الإيران لتحديد بلادهم ومدى خطورة التي تواجهها المملكة العربية السعودية من قبل إيران. قد شرح شرحا مفصلا لفخامة رئيس الجمهورية، ومن ثم طرح إليه بعض الأسئلة من قبل فخامته. وبعد الاستعراض ومراسم الشرف التي مر بها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له، توقف فخامته وصاحب السمو الملك السعودي في قاعة التشريفات الملكية. وعقب استراحة قصيرة توجه فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلى مكة المكرمة مقر إقامته، علما بأن زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية برفقة حرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وتشاد تربطهما علاقات متينة في شتى المجالات، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يتقاسمان آراء مشتركة فيما يتعلق بالتعاون الإسلامي. قدم صباح اليوم وزير إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي الفريق محمد أبالي صلاة قدم حديثا صحفيا بمقر الشرطة الوطنية، حيث أشار فيه إلى دور الشرطة الوطنية في إلقاء القبض على حوالي 40 شخصا بحوزة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومخدرات وأوراق مزورة للأملة الوطنية وسيارة. نتابع مقطع من الحديث الصحفي لوزير إدارة الأراضي في ميكروفون الزميل محمد عثمان بشير. نعتذر لرضعة الصوت ونوفيكم بتفاصيل عنف أكثر حول الحديث الصحفي لوزير إدارة الأراضي في نشرتنا اللاحقة. أكد المندوب العام لدى بلدية مدينة جمينة جبير يونس أكد أن الحكومة قد قررت حدم جميع المنازل والمحلات التجارية التي بنيت في الأماكن الحكومية والساحات الخضراء بطرق غير رسمية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بمستشاري البلدية، كما دعا مندوب الحكومة مسؤولي البلدية بتنظيف قنوات الصرف الصحي لمواجهة فصل الخريف. حسن جد عمر ومزيد من التفاصيل.
المركزية كانت في صبيحة هذا الخميس 30 من مايو على موعد مع زيارة المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينة التي تعد المحطة ما قبل الأخيرة من الزيارة الميدانية التي شملت جميع بلديات العاصمة. وقد حضر جل مستشارو البلدية في الاجتماع الذي احتضنته صالة الاجتماعات للبلدية الأم. في البدء قدم عمدة مدينة أنجمينة صالح عبد العزيز تمان خطابا رحب فيه بالمندوب والوفد المرافق له، وعرض بعض المشاريع التي شرعت البلدية في تنفيذها سيما مشروعي الصحة الحضرية والنظافة والتطهير. لازم نهتم بشيء ده ونشيل مسؤوليتنا، لأن لاحظنا كثير الشركات اللي يدوم الكونترا هنا يمرق الوسخ من الكنفو ده كثير بقى يتبوه يجو فوق بس يمرقوا يسبوا ببرا وخلاص يمشي. عم باكر نفس الوسخ ده يرجع في الكنفو مش الأول مرة ده بس، وكل سنة ده نفس الشيء قاعد يتكرر بس، وده ما من مصلحتنا. التوظيف العشوائي لعمال البلدية لابد من وضع حد له وإيداع المبالغ المالية التي تخصم من رواتب الموظفين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية الاستفادة منها عند التقاعد، موضوع شدد فيه جبير يونس أمام أعضاء المجلس البلدي لمدينة أنجمينة خلال هذا اللقاء. كل كذا حكومة حتى لإنشان أمبار أنت كمشير رترات ده تلقى شغل شيء إنشان تمسك فوق عيالك ونفسك ده حكومة فوق سواتك كذا، لكن مع الأسف اليوم هنا في بلدي أنا ده على قريب زيادة من 2 مليار شالوا من أمال وما سبوا لسنبس في ده يفو برما تجيبوا مسل و شغل عنا ذا الشيء الغذاء سبوه في سامبيز. كما تناول المندوب مواضيع أخرى من بينها أهمية احترام السلم الإداري ووقف التوزيع العشوائي للأماكن العامة أو الساحات الخضراء، وأكد بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو طلب هدم جميع المباني والأماكن التجارية التي بنيت بطرق غير رسمية في أقرب وقت ممكن. نظمت السفارة القطرية لدى البلاد نظمت معلومة مناسبة شهر رمضان المبارك. المناسبة كانت بحضور بعض أعضاء الحكومة والسفراء ورجال الدين وعدد كبير من المدعوين. محمد السريق ومزيد من التفاصيل. دأبت سفارة دولة قطر العربية لدى البلاد بتنظيم إفطارا جماعيا على شرف المسؤولين الإداريين والسياسيين كل عام، ويأتي ذلك ضمن أنشطتها الاجتماعية في شهر رمضان المبارك، حيث حضر عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وزير البيئة المياه والصيد صديق عبد الكريم حجر، والنائب الأول للرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وممثلي بعض الوزارات، إلى جانب القائم بأعمال السفارة القطرية لدى البلاد سعادة حمد بن مسعود آل إقبي، وذلك للمشاركة في هذه المناسبة التي تنظمها السفارة كل عام. فالبلاد قطر تربطهما علاقات وطيدة وفي مختلف المجالات، ومن خلال ما يحمله هذا الشهر الكريم من الرحمة والترابط الاجتماعي، فإن السفارة القطرية لدى البلاد ترغب عبر تنظيم هذا الإفطار الجماعي إلى ترسيخ الألفة بين المسلمين ومختلف الطبقات الاجتماعية. وتوج هذا الإفطار الجماعي بالدعوات والتبريكات بأن يديم الله الأمن والاستقرار في ربوع العالم الإسلامي. بحضور السفير التركي لدى البلاد قدمت ظهر اليوم المنظمة الإسلامية لليقظة قدمت كتبا وموادات مدرسية لمدرسة النهضة العربية من الدائرة الخامسة. من قدام معزي محمد السليك ومزيد من التفاصيل. تدخل هذه البادرة التي قامت بها المنظمة الإنسانية للإغاثة إيهاها بالتعاون مع المنظمة الإغاثية من أجل التنمية أهوت في إطار نشاطاتها الإنسانية التي دابت على تنظيمها طيلة الخمس سنوات الماضية، حيث قامت هذه المرة بتوزيع أدوات مدرسية لطلاب مدرسة النهضة العربية الواقعة بحي رضينا بالدائرة الخامسة، والذي أعرب مديرها محمد الأمين جبرين عن فرحته بهذه البادرة التي أدخلت السرور في نفوس التلاميذ. منسق المنظمة الإنسانية للإغاثة محمد يلدس أكد بأن منظمته بالتعاون مع شركائها ستعمل من أجل تطوير قطاع التعليم في البلاد. نحن
نخدم هذا البلد منذ 5 سنوات، والهدف أننا نكون جسر بين إخواننا من دول مختلفة خاصة التركيين وبين بلاد تشاد. من جانبه السفير التركي لدى البلاد سعادة إردل صبري إردل أكد بأن هذه الخطوات تتوافق مع رؤية السلطات العليا في تشاد وتركيا، مضيفا بأن هذه الأدوات مهما صغر حجمها إلا أنها تساهم في غرس الأمل في نفوس التلاميذ وتقوي من كفاءاتهم. التقى رئيس الغرفة التجارية والصناعية والحرف اليدوية عمير الدودارتين التقى مع رجال الدين، وذلك بهدف تنويرهم المشروع السير العادل الذي أطلقته الغرفة مؤخرا، وذلك من أجل مساند رجال الدين لهذا المشروع عن طريق توعية المواطنين بأهمية المشروع. رماد جبرانجني حضر اللقاء وفنى بالتقرير التالي. لطالما حاول رئيس الغرفة التجارية عمير الدوراتين القيام بإشراك بعض القطاعات المهمة في أعمال هذه الحملة التوأوية والإرشادية المتعلقة بمشروع السير العادل بهدف بلوغ الأهداف التي يتطلع إليها المواطنين المستهلكين بعد أن بالغ التجار في رفع أسعار المواد الأولية. استدعت هذه المهمة وبقوة إشراك وإدخال قادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في البلاد. وعلى ذلك فإن أثناء الجولة التي قام بها رئيس الغرفة التجارية أمير دودارتين يرافقه عدد من معاونيه في كل من المجلس العالى للشؤون الإسلامية ومقر الكنيسة الكاثوليكية وتحالف الكنائس الإنجيلية في تعد، متحدثا معهم في إطار موضوع السير العادل مطالبا دعمهم الكامل لإنجاز هذه الخطوة الوطنية. النائب الأول لرئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية وصف هذه المهمة بحملة تضافر الجهود. لما جلسوا معنا معناته طلبوا منا أن ندعمهم، لأن كل له مجال، كتجار لهم مجالهم ولهم أنشطتهم ولهم توعيتهم، والحكومة واقفة بجانبهم، وكذلك المواطن المستهلك كذلك له دور، ونحن رجال الدين كذلك نمثل المسلمين في هذا البلد لنا دورنا. دورنا نربط هذه المبادرة بالأدلة الشرعية. كلمتهم لم تذهب بعيدا عن أهمية الموضوع، وعليه أكد كل من رئيس مؤتمر الأساقفة لمدينة جمنا كرمبل ألفوس وممثل تحالف الكنيسة الإنجيلية الأسقف دوغو فيكتور أشادوا بهذا اللقاء مبدئين رضاهم التام لدعم هذه السياسة الاجتماعية. إن قبول هذه الفكرة من القادة الدينيين تعتبر حالة توافقية للدفاع عن قضية ما، على حسب ما أعرب به رئيس الغرفة التجارية. السعي لإشراك رجال الدين في هذه الحملة التوّوية يهدف إلى توسيع دائرة نشر هذه الرسالة، رسالة خفض أسعار المواد الأولية في مختلف أسواق مدن وأقاليم البلاد. هذا وفي ذات الإطار قام فريق من جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين بجولة ميدانية في بعض أسواق العاصمة والمحلات التجارية، وذلك من أجل معرفة أسعار المواد الغذائية ومدى احترام التجار لمشروع السير العادل. هذا وعقب الجولة قدم نائب الأمين العام للجمعية يحيى سجيم قدم أو أعرب للزميلة عميرة سيد محمد حول الحدث من هذه الجولة. شفنا لأن كثير من التجار اللابلزي دول قاعدين بيتبخوا في أسعار هم وافقوا فوقها. شفنا يعني أم بين أسواق دول تمن نمسا وقاعدين عندهم دي فرنسا 100 أنا 50 دول كيفي كمامنا. وشفنا أيضا برودي مثل دهن أنا هني وريس وبات أليمنتير دول تمنهم نقص، لكن برودي الأغابة من صورتي الأول الثاني واليوم الثاني دخلوا تمنا ما خير. وعندنا في هذه السنة نقول وقت أنا جست بريدة يعني قصير ما يكفي كي نشوفه كي هدف أديل كي إمباكت كي أنا بروجي ده. لا زالت تتواصل الزيارات التفاقدية التي يقوم بها المدير العام للضرائب للشركات والمؤسسات التجارية، وذلك بهدف حثهم عن ضرورة دفع الضرائب والقيمة المضافة من أجل المساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني. محمد حسن آدم.
مواصلة للزيارة التفقدية التي يقوم بها المدير العام للضرائب عمر أرجتيدي وفني إدارة الضرائب إلى الشركات والمؤسسات التجارية، والتي تهدف إلى معرفة سير عمل هذه المؤسسات التي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وعليه فقد تفقد شركتي كاكا ودونس الصينيتين بدواهج رماية. الشيء الوحيد يعني احنا قدرنا شفناها الشركة فيها عندها اتفاقية مع الحكومة، يعني السامح عندها تسامح من أكثر من الضرائب، لكن فيها ضرائب هي بس بتلقط من الشركات وتجيب تدفع للحكومة، لكن ديل برضو ما في. كما دعا عمر أرجتيدي جميع أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية الاهتمام بدفع الضرائب من أجل المشاركة في المبادرات الرامية إلى الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. اختتمت اليوم بمنطقة داندي التابعة لمدينة ماني بولاية حجر لميس، اختتمت أعمال الورشة التدريبية حول كيفية استخدام جهاز التنقيب عن المياه الجوفية التي نظمها برنامج مد المدن الحضرية والوسط الريفي بالمياه. الزميل هارون أبو عادم وافانا بتقرير التالي. بهدف إجراء التمارين التطبيقية لاستعمال هذا الجهاز للتنقيب عن المياه الجوفية بأحدث وأسهل الطرق، فإن المتدربين الذين خضعوا لتدريبات نظرية وهم فنيون بوزارة البيئة والمياه والصيد مختصون في مجال المياه، وفور وصولهم إلى موقع التدريب بدأ الخبير الفرنسي الجنسية فابريز فيرميش في شرح طريقة استخدام الجهاز، حيث يعرض أرقاما تحدد نوعية التربة وما تبطنه من مياه جوفية، وذلك يسهل عملية حفر الآبار الارتوازية مع فرض توقعات التكلفة، وأيضا معرفة جاذبية الأرض وقياسها وكمية المياه الجوفية. كما يستخدم هذا الجهاز في مجال التعدين أيضا. منسق برنامج مد المدن الحضرية والوسط الريفي بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي جمال عبد الناصر شريف قال إن هذه الخطوة هي استجابة لتوجيهات الوزارة المختصة بالمياه من أجل توفير مياه صالحة للشرب للمواطنين. والله الحمد لله جينا في ترى نجربوا الماتيريال ده عشان يعني هم التكنيزيان زي عنزات اللي لمسوا بإيدينهم يعرفوا كيف الماتيريال يكون شغال، عشان الأنباكر بالتان ما نمشوا نودوا القروس نفطش أسفير آخر يساعدنا. بعد هذه الأعمال التطبيقية سيتم تشكيل فرق من الفنيين لتباشر عملها في المواقع المستهدفة حسب خطة العمل المدرجة من قبل برنامج مد المدن الحضرية والوسط الريفي بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بإشراف من وزارة البيئة والمياه والصيد. قدم منسق تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مخرجات الملتقى الوطني الشامل مبارك إبراهيم قدم بيانا صحفيا حث فيه المواطنين على عدم الاستجابة إلى النداءات التي دعت لها بعض الجمعيات المدنية لتنظيم مسيرات، كان ذلك بحضور النائب الأول والثاني للعمدة. نتابع جزء من الحديث الصحفي. هذه المنظمات يدينون بشدة التصرفات الغير سليمة والفوضى التي قامت بها أو يقوم بها تحالف الأحزاب والمنظمات الوطنية في الآونة الأخيرة، ونناشد جميع المواطنين في جمهورية تشاد وبالأخص أنتم مواطني الدائرة الأولى بأخذ الحيطة والحذر والحفاظ على مكتسبات الملتقى الوطني الشامل والسلام والحرية التي تتمتع بها بلادنا الحبيبة تشاد. على الرغم من القرارات الجيدة والمسؤولة والإيجابية للسلطات العامة الجارية اتخاذها والتي تدعو وتطالب بمحاربة والقضاء الفوري على الأسباب التي تؤدي إلى غلاء المعيشة في بلدنا تشاد، وفي الوقت نفسه فإن التي تقوم به الجمهورية الرابعة بتنفيذ كافة قرارات الملتقى الوطني الشامل، يرى تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مخرجات الملتقى الوطني الشامل أنه من غير الطبيعي والقانوني أن تقوم هذه المجموعات من أحزاب ومنظمات وهمية بنشر هذه المناشير الكاذبة والملفقة التي تسيء إلى شرف وكرامة الأمة التشادية والجمهورية الرابعة. قدم صباح اليوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيد قدم مساعدات لوزارة التجارة والصناعة والحرف اليدوية، وهي عبارة عن أجهزة إلكترونية وآلات التصوير و2
من آلات الطباعة وأجهزة حاسوب، حيث تسلم هذه المعدات المدير العام لوزارة المناجم تاهر مورنو عدم، الذي شكر في كلمته برنامج الأمم المتحدة للتنمية على هذه البادرة، مؤكدا أنها ستستخدم في الأغراض المخصصة لها. أما من جانب ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بينيت هو الآخر، أشار إلى التعاون القائم بين البرنامج ووزارة التجارة والصناعة. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يستعد المسلمون في تشاد كغيرهم من المسلمين في العالم لشراء الملابس الجديدة، الأمر الذي يزيد من نشاط الخياطين. الزميل عبد الله جابر أبو بكر سلط الضوء على نشاط الخياطين وعد التقرير التالي. في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك يبدأ العد التنازلي ويبدأ الجميع في استكمال اللوازم ومتطلبات العيد من ملابس وغيرها، لذلك تعمل محلات الخياطة والتطريز على أشدها لتجهيز طلبات زبائنها من ملابس ومستلزمات للعيد لتكون مستعدة لتسليم الزبون طلبه في الوقت المحدد عليه. الفيادة كانوا سلو مزيرة قبل كان خيط له حسب قلو يدورة كان جسي كور وخيط له جسي كور كان أمبل لقيت له أمبل لا. كانكم ما عندنا مشاكل ما فيها. ومع اقتراب العيد الجميع يبحث عن الطراز الماهر في العمل، ولكن التأخير في التقديم هو ما قد يؤدي إلى المشاكل على حسب نوعية التطريز. الخمام ده يجمعنا بالتأخير ويجي أصرون صورة يدورو وأننا قدرة جينا ضيف دبا مشكلنا معهم. لم تقف المبررات عند الطراز فحسب، بل شملت الزبون أيضا. بالنسبة للخياطين قد نتصادم معهم في بعض الأحيان لأننا لم نتمكن من الحصول على الأقمشة في الوقت المناسب، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنهم لا يراعون الفروق الفردية بين الزبائن. تبقى ملابس العيد فرحة ذات وقع خاص عند الكبير والصغير، الغني والفقير، فعلى الطرازين والخياطين مراعاة الفروق الفردية بين الناس حتى يتسنى للجميع تقاسم فرحة العيد ولبس الجديد. ونختم هذه النشرة بقراءة هذا البيان. الإدارة العامة للخدمات في مجال الأراضي تطلب من كل المستفيدين من الأراضي بضرورة دفع المستحقات، وذلك في خلال التاريخ المحدد. إيسا مودي شاشاي المدير العام للخدمات الأراضية. مشاهدينا نسلم وإياكم بقراءة هذا البيان إلى ختام هذه النشرة، إلى أن نلتقي بكم غدا في مشيئة الله. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.